أكشن. انا عمري ما اتعاملت مع اي علاقه دخلتها في حياتي على انها علاقه فاشله، بالعكس انا مش فينا مجرد تجربه من ضمن التجارب اللي بيمر بيها اي حد فينا. مش بس كده، دي خبره بتنورني، خلتني اشوف اكتر وافهم حاجات ما كنتش واخد بالي منها. بس انت مش هتفهم، عارف ليه؟ لانك عمرك ما جربت تكون الشخص الاكثر حبا واهتماما وتقديرا للطرف الاخر. هحكي علاقه مريت بيها في حياتي. العلاقه دي خلتني شخص اجتماعي، شخص بيحب الخروج والناس والضحك، شخص انطوائي بيحب العزلة بيحب البعد عن الناس. في أولى كلية اتعرفت على واحدة صاحبتي اسمها رنا، كانت من أقرب الشخصيات ليا، كنت معتبرها أخت وصاحبة ليا. في مرة من المرات قابلت واحدة صاحبتها، سبحان الله حبيتها رغم إني ما كانش في بيني وبينها تعامل جامد. رحت واعترفت لها بحبي، لكنها للأسف رفضت. بعدها بيوم عرفت رنا إني رحت واعترفت بحبي لصاحبتها. الغريب ان رنا زعلت، ما كنتش عارف زعلت ليه. بعدها بيوم طلبت اني اقابل رنا عشان تساعدني عشان اقرب من صاحبتها، لكنها للاسف رفضت. ما كنتش عارف رفضت ليه، اصل واحده ما شافتش مني غير كل حاجه حلوه، ترفض لي ليه اول طلب اطلبه منها؟ بعدها بيومين قررت اني اخسرها، انا بطبعي ما بخسرش حد. بعدها بفتره خليت والدتي تكلم صاحبتها عشان يكون ارتباط رسمي، لكنها رفضت. كان نفسي تكون أول حب في حياتي، كان نفسي تكمل معايا بقية حياتي، لأن هي كانت جزء من حياتي. يا ريتني ما قابلتها ولا حبيتها من الأساس ولا شفتها، ساعتها عرفت إن مفيش نصيب.